ضغطت محكمة استئناف أمريكية على محامي الدفاع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، مطالبة بتقديم دليل بأن القادمين من هذه الدول 7 يمثلون خطرا. من جهته أكد وزير الأمن الداخلي جون كيلي أن إجراءات حظر السفر لا تستهدف المسلمين بشكل خاص، مشيرا إلى أنه لم يتم إدراك دول إسلامية مثل السعودية باعتبار أن لديها أجهزة أمنية واستخباراتية موثوقة يمكن الاعتماد على معلوماتها للتدقيق في هوية المسافرين بخلاف دول أخرى. دكتور مختار، يمكن أشهر الضربات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في عقر دارهم كانت الحادثة الشهيرة 11 من سبتمبر. برأيك يعني ال7 دول دول لم يكن مواطنيها ينتمون لمنفذي هذه الهجمات. هنا إذا صح التعبير وإذا كان يمكننا أن نقول، ما هي المعايير الترامبية التي اختار على أساسها ال7 دول من منعهم من دخول أمريكا؟ شوفي، المعيار الأهم هي قدرة هذه الدول في التأثير على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ده ابتداء. يعني شوفي، عندما تتهدد المصالح تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن كثير جدا من الأمور، لا حقوق إنسان تتكلمي ولا ديمقراطية تتكلمي ولا حقوق أقليات تتكلمي ولا حريات تتكلمي، طالما المسألة مرتبطة بتهديد الأمن القومي الأمريكي أو بتهديد المصالح الأمريكية في أي منطقة في العالم بدرجة كبيرة جدا. وشفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه المعايير في الضغط على الدول لتحقيق مآرب شخصية معينة ولا نريد أن نعددها، دي جزئية. الجزئية الثانية أنه الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأنه التهديد بإدراج السعودية أو التهديد بإدراج مصر زي ما شفناها في تقرير سابق، مسألة الولايات المتحدة الأمريكية بتغامر بها بدرجة كبيرة جدا، خصوصا أن مصالحها إلى حد كبير مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية في التواصل مع هاتين الدولتين. وكلنا نعرف أن 19 شخص ممن اتهموا بأحداث 11 سبتمبر منهم 15 سعودي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفعل ده. هناك 750 مليار دولار ودائع سعودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن دولة هي تلت الأوبك، نتحدث عن علاقات هامة للولايات المتحدة الأمريكية وعنصر من عناصر تصريف مخازن السلاح اللي بياخدوها دول الخليج في صفقات سلاح وهمية وصفقات سلاح بغرض، يعني مش عايز أقول تطهير الأموال بدرجة أو بأخرى. المسألة من وجهة نظري لها آليات معقدة للغاية في طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كثير جدا من دول العالم. شوفي، المسألة أولا وأخيرا مرتبطة بقدرتك أنت في استقلالية قرارك، في انك انت تكون عندك شكل من اشكال الاكتفاء الذاتي، في ان بدرجه او باخرى تتحرري من احتياجاتك من العالم الخارجي. اذا وصلت الى الثلاثه ده، انا من وجهه نظري هتتحرري من كثير جدا من الضغوط، وعلى راسها الضغوط اللي بتمارسها الولايات المتحده الامريكيه على كثير جدا من دول العالم.